اللي بلدت الهبيط، اللي بلدت الهبيط زيارة لجنة المراقبين الدوليين أحد المواقع التي قصفتها الطائرات الحربية، خلفت أسرها مجزرة فظيعة، راح ضحيتها 8 أطفال. قالوا له هون، قالوا له هون على السطح، هون خذ هون على دارك. تفضل. ادلي بلدة الهبيط، معاينة لجنة المراقبين الدوليين لأحد المواقع التي قصفها الجيش السوري بإحدى الطائرات الحربية، راح ضحيتها حوالي 7 أطفال.